أما الآن ننتقل وإياكم إلى أخبارنا في الرياضة، حيث كشف نذير بالعياط المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه في الوقت الحالي يتم دراسة مصير الموسم الرياضي وإمكانية إنهائه على غرار البطولة المحترفة لكرة القدم وباقي الرياضات الجماعية، مؤكدا أنه سيكون هناك اجتماع بالاتحادات الرياضية تباعا. نذير بالعياط كشف كذلك أنه لن يكون هناك تمديد للعهدة الخاصة بالاتحادات والجمعيات الرياضية، وستجرى انتخاباتها العام القادم. أما عن فكرة السنة البيضاء بالنسبة للرياضات الفردية أو الجماعية، فأكد أنها تبقى واردة بسبب تفشي فيروس كورونا.